بشكر ربنا لأجل عمل الله في الأرامية، بشكر لأجل الرؤية الجميلة اللي بها بنصل إلى مناطق محرومة، ودي حاجة يونيك. يعني في قنوات فضائية موجودة بتملى الأرض، وده حاجة طبعا مفرح قلبي، لكن لما يكون عندنا هدف والهدف يكون فعلا واضح إن احنا بنصل إلى مناطق محرومة وإلى لغات ما فيش كتير رسالة بتصل إلى الناس دي باللغة بتاعتها. فأنا بشكر ربنا لأجل خدمة الأرامية واللي حتة مني وأنا جزء منها، وقد إيه أنا دايما أتكلم إيجابي عن عمل الله وعن الدور الجميل والرؤية اللي رب حطها في قلبك. خلينا كلنا نصلي من أجلك، وهنصلي كمان بس مش من أجلك، لكن نصلي من أجل إخواتنا اللي ربنا بيكلمهم دلوقتي بعد ما سمعوا التشالنج والتحدي. إن إحنا قدامنا تحدي نصل إلى ناس في أماكن محرومة، عندنا تحدي الهوى ده بيوصل لكل الناس دي ببلاش، بس الهوى ده ليه تمن. يعني أنا علشان أوصل كلمة الإنجيل إلى ناس في كل الأرض، أنت قاعد في أوضة الصالون بتاعتك، أنت مبسوط بتسمع كلمة ربنا، أنت بتشرب شاي وتشرب قهوة، بس الهوى ده اللي بيشيل كلمة ربنا ده بتمن، لأن كل ساتلايت ليه تمن، ليه تكلفة شهرية، كل برنامج بيبقى ليه تكلفة. فأنا بشجع القديسين اللي مثقلين بمجيء الرب، المثقلين إن ربنا يوصل كلمة الإنجيل إلى كل الأرض، المثقلين بالإرسالية العظمى. إحنا يعني أكبر اجتماع قدامي في الكنيسة بيبقى قدامي مثلاً 350 إلى 400 واحد، لكن لما تصل كلمة الإنجيل من خلال القنوات الفضائية تصل إلى ملايين. فإحنا بنتمم الإرسالية لما بيقول الرب اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل. فأنا بشجع الناس اللي سمعت، أنا بشجعكم بكل الأمانة، خليك أمين مع ربنا، أقول له رب أنا بشكرك، باركتني، اديتني، وأنا لما بدي دلوقتي وببارك أنا شريك في عملك. ممكن ما تكونش بتيجي القناة الأرامية عشان تعمل برنامج، ممكن ما تكونش بتروح بلد من البلاد اللي فيها اللي قال عنها أخويا دكتور باسم الكلام ده، يمكن مش بتتكلم اللغة دي، لكن أنت شريك في الخدمة دي بعطائك، شريك في الخدمة دي، تقف كده قدام كرسي المسيح يقول لك تعالى يا عم فلان، تعالى يا فلان، مش هيقول لك عم طبعا، لكن تعالى يا فلان، تعالى يا فلان. انت كنت شريك في ان تصل كلمة الانجيل بالعطاء اللي انت قدمته، بالتقدمة اللي انت قدمتها. فانا مش بس بطلب ناس تدي مرة واحدة، لكن بطلب ناس تدي اشتراكات شهرية لقناة الأرامية. يعني اتصل دلوقتي، اتكلم، في ناس هترد عليك، ادخل على الويب سايت تقول انا من قلبي ادعم العمل ده، اتبنى برنامج. يعني ممكن تتبنى برنامج، يعني لو برنامج رايح لتركيا، برنامج رايح لإيران، قول أنا هتبنى البرنامج ده، لو تكلفت البرنامج ده كذا أنا هتبنى البرنامج ده، فأنتج برنامج وأنا أتحمل كل التكلفة. فأنا بشجع كل اللي بيسمعونا في كل الأرض، العمل المتسع، كلمة ربنا لازم تصل إلى كل الأرض، الإرسالية العظمى ربنا كلفنا، فنحن لازم نكون أمنا علشان تطيع ربنا، والناس محتاجة كلمة الإنجيل. فأنا بشكر ربنا لأجل التوضيح الجميل اللي قاله رجل الله، ولأجل مسؤولية الموضوع يعني ربنا حطها عليه، ولأجل قناة مباركة بصلي إن كلمة الإنجيل إحنا نكون شركاء في إرسالها إلى كل الأرض. فده تشجيع من قلبي ليكم، أصلي من أجل أخويا باسم، أصلي من أجل الخدمة الجميلة الرائعة اللي الرب بيستخدم فيها القديسين في قناة الإبيان.